عليكم ورحمة الله وبركاته. وابتدت الحلقة بالمواجهة ما بين غزل والخديوي، والخديوي بيعرفها مين اللي جبره على قتلها، وطبعا جوزها كلفه بقتلها مقابل 20 مليون جنيه. طبعا كان التفاوض ما بينهم مش سهل، طلب منه ان يقتل واحدة ست وما قالش ان هي مراته، بس قال ان هي مضايقة في السوق، وهو راجل تقيل وليه وزنه، ولو واحدة ضايقته يبقى رقبتها تستاهل 20 مليون. رفض يزفر ايده بالدم وقال له هجيب لك اللي يعملها، قال له لا عايزك انت اللي تعملها، لا حس ولا خبر ولا اي مخلوق يعرف ان احنا هنعمل الجريمة دي. وتترعب غزل، جوزها عايز يقتلها، قال لها ما انت كمان عايزة تقتليه. وبعد ما صرح لها بكل شيء قال لها شكل الحوار اللي احنا فيه ده ملعوب علينا نمرة، وينزل جوز غزل على السلم ويقول لهم برافو هو ده اللي انا عايزه. الخديوي يطلب منه الفلوس ويقول له انا ماليش دعوة بالحوار اللي ما بينك وما بين مراتك، والتاني يرفض يقول له هعرف اخد فلوسي انت ما تعرفش انا مين، ويتعاركوا عركة كبيرة. وفي الاخر اللي يحصل ان ياخد غزل ويخرج لان غزل اترجته ما يسيبهاش معاه، وتترجاه، وطبيعي الخديوي اخدها لانه مش هيسيبها بعد اللي حصل. ما غزل تروح معاه البيت تفضل قلقانة وتقول له ما انت برضو قتل قتلة، قال لها ما انت كمان كنت عاوزة تقتلي وتبقي قتلت قتلة. قول له ما انا لازم افكر نفسي كل شوية ان انت قتل قتلة وانا جاي عندك هنا مش عارفة ليه. بص بعد ما انت عرفت ان خلاص انا ما معيش فلوس وهو استولى على توكيلاتي وفلوس اللي معايا كلها في البنك، يقول لها انا قررت اخش الحرب وححميكي، ايه مصلحتك؟ معرفش. عابد يطلب رفعت في مكتبه ويطلب منه المهمة المعروفة انه يوصل للخديوي ويجيب الامانة من عنده، وما يقولوش ايه هي الامانة، يقول له الفلوس، يقول له ما يهمكش الفلوس اللي انت عايزه حدهولك، المهم تجيب لي الامانة اللي عند الخديوي. رفعت يوافق. في نفس الوقت الخديوي قاعد مع غزل في المزرعة وبيكلمها عن أهلها وإن هل هي عندها أهل ولا ما عندهاش، ويحكي لها عن نفسه وإن هو أبوه وأمه ماتوا في حادثة قطر وما عندوش غير أخ واحد بيربيه، ووقت ما ماتوا هو طلع من دراسته ونفسه يعلم أخوه ويشوف أمله فيه. بيجيب لها أكل علشان تاكل، ترفض في الأول وبعد كده ترجع تاكل وترجع في كلامها. رجالة الخديوي متضايقين من مينا، كلهم بيقلبوا على بعض وبيقولوا اكيد مينا بياخد اضعاف ما احنا بناخد، وشمعنا هو اللي يدينا الاوامر، وشمعنا هو دول الرجالة المفروض الخديوي معتمد عليهم في تأمين المزرعة. كده بننتقل لمشهد سيف موجود في مكان وبيعاكس بنت وبيقوم يضرب الولد اللي ماشي معاها ويفضل يقول للناس انا اخو الخديوي، ويكرر الكلمة كتير ويمشي ويسيب المكان. وبكده تكون انتهى الملخص بتاع الحلقة. اضغطوا لايك واشتراك للقناة لو عايزين تكملوا معانا بقية الحلقات.